بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أحببت أن أحدثكم عن دراسة اطلعت عليها اليوم، نشرت في أواخر الشهر الأول من عام 2021، يعني قبل تقريبا 10 أيام أو أسبوع من اليوم. الحقيقة هذه الدراسة تلجم أصحاب أو الذين ينادون بمساواة الرجل بالمرأة. هؤلاء يناقضون أنفسهم ويناقضون الطبيعة، يناقضون طبيعة البشر. هذه الدراسة وجدت بشكل مؤكد أيها الأحبة أن الذكور والإناث يتم برمجتهم من الناحية التطورية بشكل مختلف تماما. يعني أنتم أيها العلمانيون تروجون لما يسمى بنظرية التطور، لنقتنع بكلامكم مؤقتا فقط ونقول إن هذه النظرية صحيحة. الطبيعة والتطور تخبرنا أن الإنسان لو فرضنا أنه نشأ بالمصادفة ونتيجة تطور عشوائي، لنفترض ذلك جدلا بشكل مؤقت، فإن الجينات الموجودة في الذكر تختلف عن الجينات الموجودة في الأنثى من حيث الأداء والعمل ومن حيث البرمجة الموجودة فيها في كل منهما. طبعا هذه الدراسة تقول الذكور والإناث لا يتصرفون بشكل مختلف فقط، بل مبرمجون بشكل مختلف. يعني مثال أيها الأحبة، أنا لدي موبايل يعمل بنظام الآيفون، مثلا موبايل آيفون يعمل بنظام الخاص به، وموبايل مثلا يعمل بنظام أندرويد. هناك اختلاف كبير بينهما، هناك اختلاف كبير. من العبث أن آتي مثلا ببرنامج يعمل مع هذا النظام، أريد أن أشغله مع النظام المختلف عنه. هذا الأمر لا يمكن أن يحدث. لماذا؟ لأن البرمجة مختلفة. الله تعالى قال لنا قبل 1400 سنة، قال: وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى، أي أن الذكر مختلف عن الأنثى. طيب، نظرية التطور لو كانت صحيحة هي تقول لكم إن الذكر مختلف عن الأنثى، وهذه الدراسة تقول لكم الجينات مختلفة. انظروا أيها الأحبة، تقول هذه الدراسة إن الجهاز العصبي يبدو متشابه جدا بين الذكر والأنثى، ولكن عندما تدخل لأعماق هذا الجهاز العصبي تجد اختلافات كاملة في كل شيء. سبحان الله. هذه الدراسة أيها الأحبة، لكي لا ينتقدنا المشككون ويقولون تأتي بكلام من هنا وهناك، موجودة على موقع جامعة أكسفورد الشهيرة المعروفة. وجدت هذه الدراسة أن السلوك البشري يختلف جذريا بين الذكر والأنثى، وأن الإشارات الخاصة مثلا بالجنس تؤثر على السلوك، وهذا موجود عند كل الكائنات ليس عند البشر أيها الأحبة. هذا الأمر موجود مثلا في القرود عند أنثى القرد أو ذكر القرد، مبرمجان بشكل مختلف، عند أنثى الحوت وذكر الحوت، أنثى الطيور مثلا وذكر نوع معين من الطيور، حتى في عالم النمل، في عالم النحل، وهذا واضح. كل يعني المساواة هذه لا يمكن أن نطبقها ولا على أي مخلوق. فكيف يأتي في العصر الحديث من يقول نريد أن نساوي بين الذكر والأنثى والأديان كلها خرافات؟ الدراسات العلمية تقول لك إن هذا الأمر مستحيل علميا، لأن برمجة الذكر تختلف عن برمجة الأنثى. طبعا هنا أيها الأحبة أنا أحاول أن أقرأ لكم بشكل حرفي. الجهاز العصبي أيها الأحبة له ردود أفعال. يعني مثال،
عندما يحدث موقف الآن، وهناك رجل وامرأة، دماغ الرجل يتصرف بطريقة مختلفة عن دماغ المرأة تجاه نفس الموقف، يعني رد فعل الرجل والمرأة مختلفان تجاه نفس الفعل، نفس الموقف. طيب، إذا أراد الرجل أن يتذكر المناطق التي تنشط في الدماغ أثناء عملية التذكر عند الرجل، تختلف جذريا نظام آخر عند الأنثى، هناك نظام آخر مختلف كما قلت لكم أيها الأحبة، مثل نظام ويندوز ونظام ماك، مختلفان تماما. هذه الدراسة طبعا أجريت على الذباب وبعض الحشرات، ووجدوا أن هناك فروقا جوهرية دعت هؤلاء العلماء لأن يعتقدوا أن هذه الفروق موجودة أصلا في أصل خلقة هذه المخلوقات، يعني لم تنشأ نتيجة تطور. يعني أنثى الذباب منذ أن خلقت قبل مئات الملايين من السنين وهي تسلك سلوكا مختلفا عن الذكر منذ البداية، إذا القضية قضية برمجية منذ أن خلقت هذه المخلوقات. إذا هذه الدراسة أيها الأحبة أنا تجعلني كإنسان يعني أنظر بعدل وإنصاف، وإذا أردنا أن نتحدث بلغة العلم أيها الأحبة ينبغي أن نقول بما أن الذكر مبرمج بطريقة تختلف عن الأنثى، فينبغي أن تتم معاملة كل منهما بطريقة مختلفة، ولكن لهما نفس الحقوق والواجبات، وهذا ما قاله القرآن: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقال أيضا: وليس الذكر كالأنثى. إن هذه الدراسة أيها الأحبة تأتي اليوم لتثبت لنا صدق كلام الله تبارك وتعالى وصدق رسالة هذا النبي الخاتم. ولا ننسى أن أحد العلماء تحدثنا في دراسة قال: يجب فصل الذكور عن الإناث في التعليم، لأن دماغ كل منهما يستجيب بطريقة مختلفة وينمو بطريقة مختلفة ويتعلم بطريقة مختلفة، ففصلوه من الجامعة. أحد يعني بروفيسور تحدثنا عنه فصل من الجامعة بسبب أنه نادى بضرورة فصل الذكر عن الأنثى بعد دراسة علمية. وبالتالي أحبتي في الله، عندما يكون لدينا دراسة علمية محترمة ويقينية نجد أنها تتطابق مع القرآن العظيم، وهذا يدعونا أن نعتقد أن هذا القرآن كلام الله، كما قال الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.